360 اليوم كلجنة مركزية مكلفة بمتابعة الانتخابات، قمنا بمتابعة الانتخابات في بلدية ككلة وبلدية الأصابعة وبلدية غريان. كانت الأمور الأمنية في المستوى المطلوب حقيقة، الشباب توافدوا إلى صناديق الاقتراع بكل سلاسة وديمقراطية، كانت النسبة في المستوى الجيد حقيقة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على التعليم الديمقراطي ويدل على المشاركة الحقيقية لشباب الوطن في الحركة الوطنية للشباب.